خطأ للمريخ. كرة تنفذ قوية، الله يسجل من كرة ثابتة، مارد السودان، مريخ السودان، زعيم السودان الآن يسجل من كرة ثابتة. باغتت جمعة جينارو في اللقطة الماضية، 1-0 يسجل. شوف هذه الكرة، الخطأ من الحائط البشري وليس من حارس المرمى. شوف الحائط البشري هو السبب في الهدف الذي سجل لمصلحة المريخ. تحرك خاطئ جدا من الحائط البشري الذي بالفعل فتح الثقرة للكرة وسجل هدف. بعد يعني لو كانت الحائطة او الحائط البشري كل اللاعبين ثابتين لما دخل هذا الهدف، اذا السبب من الحائط البشري بالنسبة لي. اوه ظل معي، حندور عاد حد. اوه هذه المشكلة، ومشكلة بان الملعب عشب صناعي، يعني الارضية مع النار تخترب تصبح فيها مشاكل. هذا هو الهدف، هكذا اسجل السودان مريخ، السودان مريخ هكذا. يعني نتكلم عن اجرام سماوية على حسب الفلك. وهنا الله نعم، انها اجرام سماوية، لا تنظروا الا الى السماء. الهلال يسجل التعادل، صدق هيثم طنبل في استديو قال 1-1، هي الان تصبح 1-1 ليسجل الهلال هدف التعادل بكرة رأسية عرضية بصورة ممتازة سجل من خلالها الهلال هدف التعادل. 1-1 ما بين الهلال في غفلة، لم يكن الكل يعلم، لم يكن الكل حاضر، لم يكن الكل بالفعل ينتظر القادم من الخلف في اللقطة الماضية والرأسية التي أتت من محمد بشير بشاع.